السلام عليكم. اللغة الإنجليزية هي لغة العصر ولغة العلم، وكل يوم بصير تعلمها ضرورة أكثر من اليوم اللي قبله. جيت على اسطنبول وحبيت أني أطور لغتي الإنجليزية. من فضل الله اجتمعت بمعهد جيد جدا، والأفضل من المعهد كان اجتماعي بالأستاذ ناصر القربي. الأستاذ ناصر هو اللي كان عم يعطينا الكورس. الأستاذ ناصر عنده طريقة بالتعليم مذهلة رهيبة جدا، لحتى واحد يقدر يتقن لغة تانية بده يتعلمها لازم يحبها. فأنت مجرد ما تسجل مع الأستاذ ناصر بيخليك تحب اللغة بشكل رهيب كتير. عنده أسلوب جميل جدا بالتعليم، طريقة النطق، تمارين، نشاطات، طريقته كتير مختلفة وعصرية بتعليم اللغة. أنا كتير كتير انصدمت. طبعا ما بتحس حالك إنك أنت قاعد بصف وبكورس تعليمي، تحس حالك قاعد مع أهلك وأخواتك. صدره رحب كثير للأسئلة، وبصراحة أنا حبيت كثير طريقته للتعليم. بنصح أي حدا حابب يطور لغته الإنجليزية يسجل مع الأستاذ ناصر، حينسر كثير ويدعي لي. وطبعا هلأ صار التعليم أسهل من قبل، لأنه بأي مكان بالعالم تقدر أونلاين إنك تدرس. فبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله مثل ما قلت لكم رح تدعوا لي. سلام.